day, my friends. How are you today? أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. إن شاء الله تكونوا تذكرتوا تحضروا الووتر وجبتوا مثل ما أنا جبت معي different containers. يعني جبت أنا هيدا الوعاء له شكل مختلف. هيدا الوعاء له شكل مختلف وهيدا الوعاء له شكل مختلف. كنت أنا وياكم بالحلقة السابقة عم نكتشف إذا الووتر المياه إلى شكل محدد أو إذا إلى ريحة أو إذا إلى لون. طلعوا هون عندي هون أنا بكل وعاء في عندي ووتر. هل إلو لون الووتر؟ إذا حطيت هيدي قدامكم وإذا خبيتها من هون ما فيكم تعرفوا إذا فيها ووتر أو لا. من فوق إذا خبيت أنا هيك عندي إياها من فوق نفس الشيء من تحت. ما فينا نعرف إذا فيها ووتر. لما شيل إيدي منعرف لأنه منشوف لوين واصل المياه. بس إذا عملت هيك وخبيتها ما منعرف لأنه المياه ما إلها كولر ما إلها لون. وإذا كان إلها لون بيكون فيها وسخ أو فيها أي مواد. طلعوا هلأ شو رح يصير. بدي حط أنا فود كولورينج يلي بيلون الأكل. جرب حط بقلبه نقطة. طلعوا حطيتها بقلبه أنا the green color. وهلأ الكولر رح يغير كل اللون نصير نقدر نشوفها مزبوط. ورح حط بوحدة تانية another color. حطوا بالكونتينر الكبير. شوفوا هلأ كيف رح تقدروا تشوفوا مزبوط المياه. هيدي أنا المياه مخبيتها مخبية لوين واصلة. ما فيكن تعرفوا أنتوا إذا في ووتر أو لا. ما بتميزوا الفاضية من المليانة. بس لما حط الفود كولورينج نعطيه كولر للمياه. هلأ شوفوا كيف رح يصير كله كولرد. في حط بالتالتة كمان. شفتوا هلأ شو صار؟ صارت المياه إلى كولر إلى لون. صار هلأ إذا بدي خبيها أنا بإيدي فيكن تعرفوا وتتأكدوا إنه فيها مياه لأنه صار إلها كولر. بس أساساً water has no color. وهون كمان صار فيكم تعرفوا إنه إلها كولر. فإذاً كمان بدي زيد. بالحلقة الماضية حطينا نحنا water has no smell ما إلو ريحة. شميناه وتأكدنا ما إلو ريحة. water has no shape ما إلو شكل. بياخد shape تبع الوعاء يلي محطوط فيه. و third رح حط water has no color ما إلو لون. نحنا هون شو عملنا؟ نحنا زدنا color لنعرف إنه فيها مياه وشفنا إنه لحاله الووتر ما إلو لون. فإذا ما تنسوا بدنا نستخدم هيدا الشيء اللي تعلمناه بحلقتنا اليوم. water has no shape on its own. لحاله ما إلو shape معين ما إلو شكل معين. water has no color ما إلو لون معين لحاله. هون نحنا زدنا colors. water has no smell كمان ما إلو ريحة. وإذا شميتوا وشفتوا إنه في ريحة تأكدوا إنه في مواد بقلب المياه. يعني ما صالحة للشرب ما بنشربها. خليكم معنا أصدقائي بحلقتنا اليوم. بدنا نتعلم أكتر وأكتر عن خصائص المياه وكيف فينا نحول إذا كان عندي أنا مياه آيس كيوبز بشكل ثلج. آيس كيوبز مكعبات ثلج. كيف في أنا خليهم يصيروا سائل مثل هودا القدامي. بدكن نكتشف سوا؟ خليكن معنا برجع لكم بعد الفاصل. Solid, liquid and gas, they all have mass.
Mass, mass, mass. Yes, they do. They have mass. Solids are hard. They have their own shape. Some are hard. Some can break. Solid, liquid, and gas. They all have mass. Mass, mass, mass. Yes, they do. They have mass. Liquids are loose like water and juice. They take the shape of their container. Solid, liquid, and gas. They all have mass. Mass, mass, mass. Yes, they do. They have mass. Gases are the trickiest ones to me, because gases are so hard to see. Like helium gas in a balloon that flies up high at the top of your room. Solid, liquid, and gas, they all have mass. Mass, 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 yes they do, they have mass. هلا أصدقائي تذكروا معي، أخذنا نحن إنه المياه فيها تكون مياه العادية يلي منشربها بتكون سائل، طلعوا عندي على السكرين بهيدا الشكل، إلا سائل. كيف الحالة تبعها؟ سائلة، منا صلبة. إذا بديها تكون صلبة وين بروح؟ بروح على البراد وبفتح بلاقي أنا آيس كيوبز. كمان الآيس كيوبز هن مصنوعين من الووتر، بس ليه صاروا صلبين؟ منن، ما بقول سائل، هيدي الصورة ما فيها شي سائل، فيها شي صلب. ليش؟ لأنه كانت الحرارة كتير واطية، it was freezing، بقلب البراد بيتحولوا لآيس كيوبز، بيتجمدوا مع بعض بيصيروا solids. وإذا كان العكس، كان في كتير حرارة، شو بيصير بالمياه؟ قلنا نحنا بتتبخر، بتصير water vapor. فإذا في ثلاث حالات فينا نلاقي المياه فيها، أو بتكون water vapor بخار مثل الغاز، أو بتكون liquid سائلة، أو بتكون solid مثل الآيس كيوبز. تعالوا نكتبون على البورد. فإذا water في يكون مثل الآيس كيوبز، بيكون هون solid، بيكون مثل يلي بنشربه بالبوتل بقنينة المي، ليكويد سائل، هون صلب ليكويد سائل، شو في يكون كمان مثل الغاز ووتر فيبر، لما يطلع يكون في شمس مثل ما اخذنا نحن بالووتر سايكل، شو بيصير بالمياه؟ تتبخر، لأنه بيكون في حرارة، بيصير water vapor مثل الغاز. واليوم بدنا نتعلم كمان إنه مش بس الووتر فينا نلاقيه بثلاث حالات، أي شيء تاني، أي مادة تاني فينا نقسمها. بعض المواد بيكونوا solids، بيكونوا صلبين، بعض المواد بيكونوا liquid، بيكونوا بحالة سائلة، وبعض المواد بيكونوا غاز مثل الهواء الاير يلي منتنفسه. أنا I am breathing air، الهواء هل هو solid liquid أو غاز؟ غاز. تعالوا نشوف هون البورد، هل هو solid liquid أو غاز؟ solid. الماء يلي بشربها ويلي كنت عم بستخدمها بأول الحلقة هي liquid. فإذا المواد كلهم فينا نلاقيهم بثلاث حالات، أو بيكونوا solid أو liquid أو gas. وبعض المواد فينا نحولهم من solid للliquid، فينا نحول من الliquid للgas، مثل لما الماء تتحول من liquid بالسي بتكون water، تتحول لwater vapor. فإذا هودي الثلاثة بقلهم the three states of matter، three states، ثلاث حالات، three states of matter، أو solids بيكونوا أو liquids أو water vapor. الهواء اللي أنا بتنفسه شو قلنا عنه؟
The air, it is gas. المية اللي بشربها, it is liquid. وإذا عندي تشوكلت أنا عم باكله, شو بيكون؟ Solid. إله شكل معين. أخذنا نحن عن الليكويد مثل الووتر, قلنا إنه ما إله شكل محدد, لأنه بياخد الشكل تبع الوعاء تبعه. Solid بالعكس, دايماً إله شكل محدد. هيدا solid, إله شكل محدد. إصبعي أنا solid, صلب, إله شكل محدد. الآي glasses solid, إله شكل محدد. My ring is solid, إله شكل محدد. الغاز مثل الليكويد, ما إله شكل محدد. طلعوا. The gas around me, كل الهواء يلي حوالي وكل الاير والأكسجين ما إلهم شكل محدد. إذا نفخت أنا بالون وحطيتهم ببالون بيصير إلهم شكل. فإذا حسب أنا وين بحطهم, بس إذا هني بالهواء ما إلهم شكل, ما إلهم شكل محدد, بس السوليد إله. تعوا أنا وياكم نروح ونشوف كيف في يحول أنا مثل ما قلت لكم من one state to another. عندي هون أنا جبت غاز صغير لحتى سخن عليه, وجبت هيدي الركوة فيها مياه. بدي ما نكون ما تجربوا تعملوا هيدا الاكسبيرمنت لحالكم, لأنه فيها نار, دايما لازم يكون معنا حدا من الكبار من أهالينا. هيدي الركوة طلعوا فيها مياه. بديكم تنتبهوا وتشوفوا فوق على الغطا شو فيه. هودي شو؟ هودي الووتر فيبر يلي عم يطلع لفوق. طلعوا, رح امسحها. مسحتها بايدي ورح ارجع احطها, وشوفوا كيف رح تمتلي ووتر فيبر, لانه المي سخنتها سخنه فتحولت من ليكويد لغاز لفيبر. بنطر شوي, تعالوا نعد للفايف. 1 2 3 4 5. بلش يطلع عندي ووتر فيبر. رح خليها, بدي ارجع احطها تسخنها اكثر. حولي على الغاز, خففه شوي, بحط الركوة عليها حتى سخنها بعد أكتر وأكتر. وهلأ أنا وياكم رح نشوف لما تبلش تغلي المي على الحرارة. شفنا هيدا الشي نحنا بالووتر سايكل, لما بلشت الحرارة تعلى أكتر وأكتر من الشمس على البحر, شو صار بالمي؟ تبخروا, صاروا ووتر فيبر, فيبر, تحولوا من ليكويد من سائل لغاز بالهواء. وهون نفس الشي, شفتوا عم يطلع هلأ الغاز, هيدا البخار يلي عم يطلع. شوفوا البخار هيدا, لأنه المياه الليكويد عم تتحول لغاز. في منهم بيعلقوا هون على الغطا. فإذا بهالطريقة أنا شو بكون عم بعمل؟ الحرارة يلي كانت هون شيلها شوي لتبرد. هيدي الحرارة حولت الليكويد لغاز. فإذا رح اكتب عندي أنا هون الأوبزرفيشن تبعي, heating لما تعلى الحرارة, heating يعني التسخين, changes بحول وبغير liquid to gas. وبدي فرجيكم هلا كمان الهيتينج. اذا انا بدي احط solid, طلع عندي الشوكليت هون على البيبر حطيته, it's solid.
صلب. رح حطه كمان لنشوف الهيتينج لشو رح يحوله. حقوي شوي الغاز. هلأ رح نشوف كيف الهيتينج رح يحول كمان السوليد لليكويد. هلأ شوفوا كيف رح تدوب الشوكولات تصير ليكويد. إذا بصيحة أنا شفتوا بلشت تدوب. بهيدا الوقت رح اكتب أنا عندي هون إنه الهيتينج كمان changes solid to liquid، يحول كل شيء صلب لسائل. بديكم هلا تشوفوا شوفوا كيف صارت عم بتدوب. وإذا تركتها أكثر وأكثر على النار رح تدوب أكثر. رح أرجع دوبها مظبوط وبخليكم تشوفوها بالحلقة المقبلة. بس أخذنا ما تنسوا فإذا إنه أنا الهيتينج التسخين لما سخن بتحول الليكويد لغاز مثل المي كانت عم تتحول لووتر فيبر، والسوليد مثل ما شفت الشوكليت بيتحول لليكويد يصير سائل. بينما كولينج التبريد، إذا أنا جيت وحطيت أصدقائي المي بالثلاجة، إذا بيجي من بعد فترة شو بلاقيه؟ صار سوليد، صار آيس كيوبز. كولينج تشينجز هون it changes liquid to solid، بيحول السائل لحتى يصير صلب مثل الايس كيوبز. liquid to solid. فاذا في عمليتين نحن بنعملهم لحتى نغير بالstates of matter. تعالوا نرجع نكتبهم على البورد. أول شيء عندي heating التسخين، شو بيحول؟ بيكون عندي أنا إذا حطيت الwater liquid مثل ما شفتوا بالركوة شو بيحوله؟ شو بيصير؟ بيصير gas مثل water vapor. ومش بس هيك، كمان إذا حطيت solid مثل الشوكليت بيحولوا لليكويد بيصير سائل بيدوب، بتصير الشوكليت الدايبة. أما الكولينج التبريد فشو بيعمل؟ بيحول الليكويد إذا حطيت مي بالبراد بيحولوا لسوليد بيصيروا آيس كيوبز. ما تنسوا أصدقائي، عم نتعلم اليوم إنه المواد اللي حوالينا فينا نقسمهم لسوليدز كل شيء صلب، ليكويد كل شيء سائل، وغاز كل شيء مثل الغاز اللي منتنفسه بالهواء ما منشوفه لأنه ما إله كولر ولا إله شيب. وقلنا إنه السوليدز هن الوحيدين اللي إلهم شيب on their own، لحالهم بيكون عندهم شيب مثل هيدي الساعة اللي عندي إلها شيب لأنها سوليد. بس المي ما إلها شيب، بدي حطها أنا بوعاء وبتاخد الشيب تبع هيدا الوعاء. خلينا هلأ نتوقف لفاصل صغير، من بعدها رح فرجيكم إذا دابت الشوكولات وبدنا نكمل بأكزرسايز. برجع لكم. هلأ أصدقائي بدنا نعمل التمرين مع بعض، بس رح نشوف كل شي عنا إياه بالستوديو
وبدنا نقرر إذا هو solid, liquid or gas. solid مثل ما قلنا عنده شيب لحاله, هو صلب. liquid هو سائل, والغاز مثل الهواء. خلينا نبلش. عندي أنا هون the board. صلب. this is solid. وطلعوا عنده الشيب تبعه. عنده الشيب rectangle. تعالوا نشوف شيء تاني. عندي هون أنا book. إذا شلتوا هيدا البوك, هيدا البوك طلعوا عنده شيب لإله. This is solid. صلب منه سائل. عندي هون البالون. البالون شو في بقلبه؟ بقلبه هوا, غاز. والغاز هالمرة أخذ shape of a circle, لأنه قلنا نحن الغاز مثل الليكويد بياخد shape تبع الوعاء يلي بيقعد فيه. فإذا هون غاز. تعالوا نشوف شو عنا هون. شو عندي أنا بهيدي اللي عملتها بأول الحلقة؟ This is liquid. هيدا سائل مثل المي يلي بشربه. هيدي التيبل solid. تعالوا نشوف بعد. عندي هون هودي البوكس الصغار وهيدي الجيم. هودي كلهم solids لأنهم صلبين. هيدي هون كمان اللي بشرب فيها في بقلبها liquid. This is liquid. الهواء يلي عم بتنفسه. This is gas. معبى كل الاستديو بس ما فينا نشوفه. بياخد شكل الاستديو. تعالوا نكمل. تعالوا نشوف هون شو صار. هيدي دابت. طلعوا كيف صارت. عم بتدوب, عم بتصير سائل. شفتوا من جوا كيف صارت؟ وبعد إذا تركتها أكتر وأكتر بتدوب أكتر وبتصير مثل الووتر. وإذا جيت لهون كمان في عندي هيدي. This is solid. وهيدا solid. هيدا الفيس solid بس اللي بقلبه شو؟ Liquid. This is liquid. فإذا كل شيء حوالي أنا هون وحواليكم فينا نقسمه ل 3. 1 2 3. solid صلب بيكون له shape لحاله, liquid سائل, وغاز. 3 solid liquid and gas. وهيدا اللي هون الهيتينج تسخين قلنا بيحول solid لليكويد. وفي يحول كمان الليكويد لغاز مثل المي لما تتبخر. اما التبريد فبيحول الليكويد لسوليد. مثل اذا حطينا نحن قنينة مي بتتحول لسوليد, بتصير مثل ايس كيوبز سوليد. ما تنسوا 3 ستيتس اوف ماتر. اكتبوهم عندكم واعملوا الاكسرسايز انتم بالبيت. شوفوا شو عندكم سوليد, شو عندكم ليكويد, شو عندكم غاز. انا هلا اجى الوقت تودعكم. ما تنسوا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/مدرستي. أشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. Water can be liquid like the water we drink every day. If we put it in the freezer, it becomes ice. It becomes a solid. If we boil it, it turns into water vapor. It becomes a gas. We have 3 states of matter: solids, liquids, and gases. They all have mass. Solids have their own shape, like a chair, a car, an ice cube, etc. Liquids and gases take the shape of their containers. Like water in a rectangular bottle and helium in a circular balloon.